اهلا وسهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي المتميز عمر صبحي، ناقد متميز على الكره العالميه والكره المحليه واي كوره. بصراحه بيتميز بالهدوء، يتميز بالتحليل الراقي. بنرحب بيك معانا يا عمر، مساء الخير عليك. برحب بحضرتك يا كابتن هاني، وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي، ويعني دايما بكون مبسوط وبتشرف جدا ان انا بظهر مع حضرتك. احنا سعداء بوجودك يا عمر، اضافه كبيره لاي مكان. نخش على طول على بطوله دوري النهائي الاوروبي، ويمكن عايز اسالك سؤال قبل ما نتكلم على المباراه. طبعا بعد خروج برشلونه من دوري الابطال وطبعا انضمامها للدوري الاوروبي، كله يعتقد ان برشلونه هو سيحدث هذه البطولة، ولكن البطولة راحت لفريق بعيد تماما عن كل توقعات، فريق فرانكفورت الألماني. شايف إجمالي البطولة إزاي بمفاجأتها، والمفاجأة الأكبر حصول فريق فرانكفورت الألماني على هذه البطولة؟ في بداية المفاجآت كانت خروج إشبيلية من البطولة، لأن إشبيلية يعني هو المتعادل الرسمي لبطولة اليوروب ليج في آخر 10 سنوات. صحيح. بعديها لقينا برشلونة راح من دوري أبطال أوروبا لليوروب ليج، وده كان تأثيره على البطولة، سواء حجم دعاية أو حجم مشاهدات للبطولة أو حجم إعلانات للبطولة زاد جدا بعد تواجد فريق زي برشلونة فيه. اعتقادي الشخصي ورأيي الشخصي إن فرانكفورت فاز بالبطولة لما فاز على برشلونة في الكامب نو. فرانكفورت بجماهير فرانكفورت، بالشكل اللي ظهر فيه الفريق، بالجماعية اللي قدر يعملها المدير الفني للفريق جلاستر، والشكل اللي بيظهر عليه الفريق والتماسك ما بين الخطوط اللي بيحققها الفريق، قلت ساعتها ان فرانكفورت هو اقرب الفائزين للبطولة. وكمان فرانكفورت هو الفريق الوحيد اللي مخسرش في اليوروبا ليج السنة دي او الموسم ده. مشواره كان صعب جدا، ريال بيتيس بيقدم موسم هايل جدا. صحيح. جدا جدا، ومنافس شرس جدا على التأهل لدوري ابطال اوروبا في الدوري الاسباني، وكان بيقدم بطوله هايله جدا في اليوروب ليج. بعديها كان لاعب برشلونه، وشفنا حط اداره برشلونه وجماهير برشلونه في موقف محرج لما حوالي اكثر من 50% من جماهير فرانكفورت سافرت من المانيا حضرت في الكامب نو، كان كانهم بيلعبوا في ملعبهم مش في الكامب نو. كمان الماتش الاخير فوزهم على ويست هام ذهابا وايابا. ويست هام كل الناس بتشوف المستوى اللي بيقدمه في الدوري الانجليزي، ويعامل برضو موسم رائع جدا في الدوري الانجليزي يأهله للبطولات الاوروبيه. كمان فرانكفورت تنوع الاداري او رغبه الاداره في الفوز ببطوله افريقيه بيدل او باين جدا من ترتيبهم بطوله اوروبيه، من ترتيبهم في الدوري الالماني. ترتيبهم في الدوري الالماني هو 11 يا كابتن هاني. صحيح. ما كسبوش في الدوري الالماني من حوالي 15 مارس، فكده كان الفريق منصب تركيزه تماما على الدوري الاوروبي. لو تشوف لعيبه فرانكفورت وهي بتحتفل بعد ما وقعت في القرعه مع برشلونه، تعرف ان اللعيبه دي عندها الدوافع والامكانيات والقدره الذهنيه ان هم يوصلوا النهائي، وعايزين يعملوا حاجه فعلا لفرقتهم، وعايزين يوصلوا النهائي. الفريق هيحصل على حوالي 8,600,000 مكافئات، ده رقم يعادل الرقم اللي صرفوه في الميركاتو. يعني فريق عندهم صرفوا في سوق الانتقالات الصيفيه والشتويه ارقام قليله جدا، بالعكس كانوا بيتخلوا عن لعيبتهم، وقدر في النهايه يحصل على بطوله اوروبيه، وهيتواجد السنه الجايه في دوري ابطال اوروبا. دي خطوه كبيره جدا يا عمر، لان انا من خلال وجودي طبعا هناك في الدوري الالماني لمده 11 سنه، يمكن فريق فرانكفورت دايما من فرق يعني المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا، يعني حصل يمكن على الدوري الالماني مره واحده من سنوات طويله، وكاس المانيا 5 مرات في تاريخه. ففرانكفورت دايما نادي خلينا نقول مستقر الى حد كبير، طموحاته انه يوصل للمربع الذهبي كانت قليله جدا جدا السنوات اللي فاتت، فوجوده دلوقتي في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه وحصوله على مكافئات كبيره دافع كبير جدا للنادي، وفي اعتقادي يساوي كتير اكبر كتير جدا من الحصول حتى على البوندسليغا. يعني بالظبط بالظبط، وجماهير فرانكفورت كانت كلها عملوا بالزبط. ملحمه بصراحه، يعني هم اول بالنسبه لي خط الدفاع الاول. صحيح. هو جماهير فرانكفورت، وهو الفائز الاول بالبطوله، وهو المساند الاول للفريق وال11 لعيب، اعتقد كان اهم من كل دول هو جماهير فرانكفورت.
احنا في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني 17 16 للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادينا. طبعا نهائي كاس الكؤوس الافريقيه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وفرق هدف لصالح النادي الاهلي في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني، كل التوفيق لفرقتنا. نرجع ثاني للبطوله الكبيره اللي كان فيها لاول مره كان موجود وست هام، برشلونه، نابولي، طبعا سيفيليا، بتتكلم على اسماء كبيره جدا جدا. لكن شفت بقى المباراه ازاي؟ طبعا مباراه ماراثونيه بشكل كبير جدا ما بينه وما بين الرينجرز. يعني بالنسبه لي بطل المباراه ده هو كيفن تراب، اللي شال ضربتين، يعني شال كورتين في الشوط الرابع قبل ضربات الجزاء. اعتقد ان كان رينجرز قريب جدا بالكورتين دول، وكان قريب، يعني كانت مباراه زي ما حضرتك قلت فعلا ماراثونيه. والسيناريو برضو يا كابتن، يعني كرة القدم لازم بتدينا سيناريو كده، ان ارون رامزي هو اللي يخش ويضيع اللي هم اكثر اللاعبين خبرة في البطولات الاوروبيه. الضربات الترجيحية ديت دايما بتلاقي فيها النجم لازم الابرز سيناريو. هو اللي يعني بيضيع، يعني حاجة سكريبتد كده، لازم تشوف حاجة تحكيها، لازم تشوف حاجة نقولها بعد كده، ان ارون رامزي هو اللي ضيع. فدي كانت اغرب حاجة، يعني كان كل الناس متأكدة ان اللي 100% ممكن يسجل هو ارون رامزي، لكن هو اللي يضيع علشان كيفن تراب يصد فيوصل فعلا، يستحق ياخد الاشاده اللي كل الصحف الاوروبيه ادتها له. يعني كان موجود في باريس سان جيرمان، ما خدش اي ما كانش عليه صحيح. اي ضوء في باريس سان جيرمان، ويعتبر ما لعبش في باريس سان جيرمان عشان يروح فرانكفورت ويكون نجم البطوله ويكون متالق. وبرده كيفن راب عمل ماتش هايل جدا قدام برشلونه وقدام وست هام، يعني كان من احد اهم لاعيبه. مين كان الافضل في وجهه نظرك على المستوى الفني داخل المباراه؟ طبعا الضربات الترجيحيه، طبعا ضربات الحظ، طبعا التوفيق فيها بيكون كبير جدا، لكن على المستوى الفني شفت المباراه ازاي؟ هل رينجرز بالضغط العالي اللي كان بيعمله، بالروح طبعا اللي ظهرت على اللعيبه بشكل كبير، كان اقرب لحسم المباراه في الوقت الاصلي، ام شايف ان فرانكفورت كان بيلعب على ده؟ يعني بالنسبه له طبعا الوصول لضربات الجزاء الترجيحيه كان هدف من اهدافه. يعني بالظبط والله يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، يعني كان رينجرز عالي في بعض اوقات المباراه، ولكن انا بشوف ان ده كان يعني حنكه من المدرب النمساوي اوليفر، ان هو بيتحكم في سير المباراه بالشكل اللي هو عايزه. شفناه كده في من دور ال 16 ودور الثمانيه ودور نص النهائي، بيتحكم في رتم المباراه بالشكل اللي هو عايزه، بيدي لعيبته العناصر الاساسيه الفريق بتاعه امتى يضغطوا وامتى يطلعوا، امتى يتمركزوا في تلت ملعبهم الاخير. فكان ممشي الفريق او ممشي رينجرز على خطوات ثابته، قسم المباراه لسيناريوهات محدده، قدر من خلالها ان هو يحقق هدفه الرئيسي اللي هو الفوز بالمباراه. تمام. وبرده لو احنا محضرين طبعا جدول ارقام المباراه، طبعا من خلالها برده نشوف ونقيس مع عمر طبعا مدى قوه هذه المباراه. واعتقد ان فرانكفورت من خلال متابعتي حتى للدوري الالماني بيقدم كره هجوميه بشكل كبير، يعني ما اعتمدش بس على الدفاع ولكن بيعتمد على الشكل الهجومي بشكل كبير. الارقام قدامنا، يمكن الرقم اللي وقفت عنده هو طبعا العرضيات، 23 عرضيه لصالح فرانكفورت، وكمان عدد الركنيات 11 مقابل 2. كل الارقام زي ما انت شايف كانت ارقام قريبه، يمكن كان الاستحواذ برضو 52-48، كلها أرقام تدل إن المباراة ماشية سيان، يعني ماشية 50-50. ماشية في نفس النتيجة، ماشية في نفس نتيجة المباراة، ولكن فعلا 23 عرضية دي أثرت كتير جدا على دفاع رينجرز طول المباراة. والركنيات شفنا 11 ركنية قدام 2، ده بيدل على ثبات لعيبة المدافعين لفرانكفورت، وازاي بيقدروا يخلصوا الكره في التغطيه العكسيه، وازاي بيقدروا يامنوا مناطق دفاعهم بشكل كامل. طيب انت كنت بتتكلم على نجم المباراه، بتقول ان تراب نجم المباراه في هذه المباراه المهمه جدا جدا. وزي انت ما قلت، يعني دايما بنتكلم ان النادي البطل لازم يكون عنده حارس مرمى على مستوى عالي. تراب طبعا حارس مرمى على مستوى عالي جدا، قدم مستويات في هذه المباراة خاصة بشكل أكثر من رائع. يمكن عندنا فيديو لهذا حارس المرمى، نشوف قد إيه هذا التألق، وإن تراب كان علامة مميزة في هذه المباراة النهائية. نشوفه مع حضراتكم، نرجع مع
عمر عشان نكمل حديثنا عن هذه المباراة ونخش كمان على البريمير ليج وأحداث البريمير ليج ونشوف مين من وجهة نظر عمر هل الأقرب هو سيتي أم ليفربول سيحقق المفاجأة. نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتك. كان لدينا شعور بأن هذا يجب أن يحدث وأنه كان علينا الفوز بهذا اللقب. لقد خسرنا بشكل كبير أمام تشيلسي بركلات الترجيح في ذلك الوقت في نصف نهائي 2019، وكان لدينا مثل هذه الجولة غير المفهومة في الدوري الأوروبي هذا العام، وهذا الذي استحققناه بكل بساطة. العمل الذي وضعناه في هذا الأمر كان يجب أن يستحق كل هذا العناء في النهاية، لذا ربما كانت الكاريزما هي التي جلبت لنا هذا اللقب إلى الوطن في النهاية. هو كمان في النهاية كده قال جملة طبعا الكرة الألمانية، وده كمان على طبعا مكسب للكرة الألمانية، ما فيش شك أي بطولة قارية على مستوى أوروبا يفوز بها أي نادي ألماني أكيد يا عمر بتكون كمان إضافة للكرة الألمانية بشكل كبير، اللي يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا عاملة طفرات على مستوى الأندية. شفت تعليقه إزاي وبيقول إن هو يعني الروح لعبت كمان دور كبير جدا في الفوز بهذه البطولة. قلنا كده يا كابتن، قلنا إن الجماهير وروح اللاعبين وإصرارهم وفرحتهم بعد ما القرعة جابتهم مع برشلونة علشان عايزين يقدموا حاجة لجمهورهم وعايزين فعلا ينافسوا ويوصلوا للنهائي عن طريق أكبر الخصوم اللي ممكن تواجههم في الدوري الأوروبي، ده كله ظهر على لعيبة فرانكفورت. ما فيش شك طبعا ظهر على لعيبة فرانكفورت، كمان على المدير الفني أوليفر طبعا، مدير الفني فريق فرانكفورت الفائز بهذه البطولة. نشوف قال ايه بعد الفوز بطبعا الدوري الأوروبي، وإنجاز كبير جدا جدا يحسب ليه ويحسب ليه الإدارة للاعبين وكمان لمجلس إدارة، وفي المقام الأول الجماهير، جماهير فرانكفورت اللي عملت يمكن ملحمة في هذه البطولة. نشوف أوليفر المدير الفني لفرانكفورت أندرلخت. Jeder hat sein Ego hinten angestellt, hat es zu Hause gelassen und alles. ترك الجميع غرورهم في المنزل للتأكد من أنهم فعلوا كل شيء من أجل الفريق ليكون ناجحا. ولأنني تعرفت على اللاعبين خلال الأشهر القليلة الماضية لم يفاجئني ذلك، كان الأمر صعبا، ولكن جماهيرنا تمكنت من التغلب على جماهير رينجرز وتمكنت من دفع فريقنا للأمام، ولذا سنحتفل خلال الأيام المقبلة مع جماهيرنا. طبعا سعيد جدا بهذه البطولة عمر، وبيتكلم نقطة سريعة قال تركنا الغرور في المنزل. نقطة كان بيتكلم طبعا عليها ان زي ما انت قلت فريق فرانكفورت تقريبا خرج كل الفرق القوية، وهو اشتغل على نقطة ان هو لم تحسم البطولة، مباراة نهائية ليها تداعياتها وليها مسارها، وبالتالي نقطة مهمة ان هو يعني قال انه قال للعيبة سيبوا الغرور في البيت وقدامنا مهمة صعبة. بالظبط، ده بيكون اكبر حاجة بتشغل بال المدير الفني. ازاي هيخلق دوافع جديدة؟ بالظبط، ازاي هيخلق دوافع جديدة للعيبته؟ انت بعد ما خرجت ويست هام، بعد ما خرجت برشلونة، هتيجي تلاعب رينجرز اللي هي اقل تاريخيا واقل مستوى فني واقل مستوى بدني من كل اللي انت خرجتهم، ازاي هتخلق دوافع جديدة نفسية عند اللعيبه بتاعتك؟ طيب ده كان راي طبعا المدير الفني اوليفر مدير الفني لفرانكفورت. معانا كمان برونك هورست طبعا، ده المدير الفني الهولندي لفريق جلاسكو، طبعا قال ايه بعد المباراه، نشوف مع حضراتكم. Well of course a big disappointment. I mean if you اشعر بالطبع بخيبه امل كبيره، أعني إذا لعبت في نهائي بطولة أوروبية وخسرت فإن ذلك سيؤلمك، لأنك تلعب في النهائي تفعل كل ما في وسعك لأجل الفوز، وفي النهاية حسمت المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، ويشبه هذا اليانصيب. لم نكن الجانب الفائز، لكن ليس بوسع الشكوى لأن لاعبي فريقي بذلوا طاقتهم القصوى، وفي كل المباريات السابقة كانت في نهاية المطاف مباراة صعبة امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية وخسرنا. إنها خيبة أمل كبيرة لأننا كنا على مقربة من الفوز بالكأس، إلا أن هذه هي حال كرة القدم. عمر تعليقك.
يعني برشلونة خسرت مرتين من فرانكفورت، مرة لما هورست خسر ومرة لما خرجوا برشلونة. لا طبعا كمان هو مدرب كبير وكل حاجة، لكن خلينا نتكلم على البطولة ديت. زي ما بقولك برضو أكيد دوري أبطال أوروبا هو واخد الأنظار كلها وهو واخد يعني التورتاية، لكن طبعا هذه البطولة بطولة قوية جدا على المستوى الأوروبي، ويمكن الاتحاد الأوروبي بيحاول كمان يشجع الأندية لما بتقدرش توصل لمراكز متقدمة في الدوريات المحلية أنه يخشوا على المحك الأوروبي بشكل كبير. شايف تطورات البطولة دي إزاي؟ وشايف أن مع وجود دلوقتي كمان فريق خامس بالنسبة للكرة الألمانية في البطولات الأوروبية هينعكس إزاي على 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 الشكل العام للبطولة ديت؟ طبعا بعد ما فرانكفورت كسب هيصعد لدوري ابطال اوروبا مع الاربع فرق بتوع دوري ابطال اوروبا من الدوري الالماني، ولكن يعني بطوله اليوروب ليج دايما بتكون قويه جدا لتقارب مستوى الانديه، لتقارب مستوى الانديه من دورياتها، على عكس بيكون في دوري ابطال اوروبا بيكون الفرق الصف الاول زي ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ايا كان مانشستر يونايتد، الفرق دي بتصرف مليارات وبتصرف ملايين او مئات الملايين كل سنه في الميركاتو علشان تتعاقد مع لاعبين. فرق دوري ابطال اوروبا، فرق اليوروب ليج بتكون مختلفه، انفاقها محدود جدا وبتلاقي فيها تنوع من الدوريات الاوروبيه، يعني الدوري النمساوي والدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري السويسري، فبتلاقي فيه الفرق اللي ممكن تحب تتفرج عليها او الفرق القريبه في المستوى نوعا ما اللي ما بتقدرش تنافس في دوري ابطال اوروبا. اعتقد ان الدوري الاوروبي تحديدا هياخد تطور كبير جدا بعد التطور الاخير اللي اتوافق عليه من تشافني رئيس الاتحاد الاوروبي، اللي شافوا دوري ابطال اوروبا اللي هو هيتقلب ل 36 فريق وهيكون بنظام دوري كل فريق هيلاعب 8 فرق مختلفه في الدوري. اليوروب ليج ساعتها هتختلف، شكل المسابقه هيختلف، واعتقد كمان عائداتها هتختلف كتير جدا، وهيكون بشكل جديد يقدر يخلي الفرق اللي مشاركه فيها عندها حجم تنافسية اكبر وعندها حجم متعة وجماهيرية اكبر للمتابعين. كمان هياخدني لسؤال قبل ما نطلع فاصل، ده يعني بطولة المؤتمر الاوروبي، ده كمان بطولة لسه مستحسن يعني السنة دي حاصلة، ووصل طبعا للنهائي روما الايطالي وهيلعب امام اندوهوفن الهولندي. شايف ده كمان ازاي؟ هل هو في اطار رفع القيمة المادية او في اطار الاستثمار الرياضي بشكل اكبر؟ هل يخدم الكرة الاوروبية بشكل اكبر؟ وكان في بعض الاعتراضات على هذه البطوله، ولكن بطوله ناجحه ووصل للنهائي فرقتين كبار، بنتكلم على روما وبنتكلم على اندوهوفن الهولندي. يعني بيساعد الانديه اللي مش قادره توصل لليوروب ليج ودوري ابطال اوروبا على المشاركه الاوروبيه، لعيبتها بتقدر تسوق لعيبتها، بتقدر تسوق الفريق الفريق نفسه، بتقدر تاخد عائدات مالية ومادية من البطولة، بتقدر بمشاركتك بتقدر بيكون في تنافس أكبر في الدوري بتاعك المحلي، لأن أنت مثلا بعد ما كنت بتطلع عاشر فأنت لا أنت عايز تطلع سابع مثلا علشان تقدر توصل للكونفرنس ليج أو البطولة المستحدثة في الدوريات الأوروبية. وأعتقد أن هي الكونفرنس ليج عملت فاليو أكتر أو عملت قيمة تسويقية أكتر لليوروب ليج، لأن الأندية بقت عايزة أن هي لا أنا مش عايز أروح كونفرنس ليج، أنا عايز أروح يوروب ليج. فشفنا وكمان يعني مورينيو في تاني نسخة من البطولة كده يعني عمل لها متعة خاصة بأن هو وصل للنهائي، فشفناه بيعيط أن هو وصل للنهائي كونفرنس ليج، إيه ده طب ما نروح نتفرج على الكونفرنس ليج. هو دايما سوق لها بشكل هو سوق لها لوحده بالظبط، ودايما مورينيو في اي حاجه يعني بتبيع بالظبط. طيب نطلع لفاصل سريع، ولغايه دلوقتي النتيجه في الدقيقه 14 من الشوط الثاني، مباراه ما بين النادي الاهلي في طبعا نهائي كاس كؤوس الافريقيه 2020 او 21-20 لصالح النادي الاهلي. كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. نطلع فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم. يمكن دلوقتي بالدقيقه 23 من مباراه النهائي طبعا كاس كوس الافريقيه ما بين الاهلي والزمالك، الدقيقه 23 نتيجه 24-24. وطبعا حضراتكم عارفين كل كره اليد ممكن الهدف بيحرز في اقل من دقيقه، فدايما مع حضراتكم في النتيجه، ودايما بنقول يا رب التوفيق طبعا لابطالنا ابطال كره اليد النادي الاهلي والفوز بهذه البطوله. طيب عمر، هنروح بقى لجزئية تانية خالص وبطولة مختلفة على مستوى العالم، أفضل بطولة على مستوى العالم البريمير ليج. قبل ما نخش في الأرقام والإحصائيات، عندك شعور بإيه؟ يعني طبعا الجولة الأخيرة يوم الأحد إن شاء الله هي جولة الحسم، شعورك إيه بعيد بقى عن الفنيات والأرقام والنقط؟ يعني حاسس إن ممكن ليفربول يعملها؟ يعني حاسس إن في سيناريو برضو، يعني حاجة هتحصل. مش هتسيبنا عادي، كان في سيناريو، وخصوصا ان دلوقتي ستيفن جيرارد في الماتش اللي هيلعبه الساعه 9 ضد بيرنلي مريح داني انجز وكوتينيو علشان ماتش مانشستر سيتي، فيعني ممكن تعادل السيتي في اخر جوله وفوز ليفربول، يعني اعتقد ان هي، انا اتمنى، يعني انا بحب جوارديولا جدا وحقه ان هو يكسب الدوري، ولعيبه السيتي فعلا كانت بتقدم حاجه ممتعه جدا، ولكن انصاف محمد صلاح بالنسبه لي في ان هو يكون اعلى اسيست واعلى هداف واخد دوري ابطال اوروبا ان شاء الله وياخد الدوري الانجليزي، هيكون قريب قوي من البالون دور، يعني هيكون حقق كل حاجه على المستوى الفردي وهياخد احسن لاعب في البطوله. ودلوقتي البالون دور على الارقام الفرديه بالظبط، فانا يعني اتمنى ان هو، يعني انا بحب جوارديولا جدا. بص كله هيبان يوم الاحد، لكن انا بيني وبينك دايما بقول السيتي اقرب، خاصه يمكن بعد تعثر ليفربول، لكن مباراه ويست هام والسيناريو اللي حصل، واعتقد كمان انه هو بيرجع للمباراه 2-2، لكن بتحس ان في حاجه هتحصل في الاسبوع الاخير. انا معاك طبعا، يعني يستحق بشكل كبير طبعا المان سيتي، ولكن لو شفنا بقى من منظور نجمنا الكبير محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق. طيب شايف الجوله دي ازاي؟ شايف مباراه طبعا وموقف ستيفن جيرارد شايفه ازاي؟ موقف صعب جدا، ويمكن هو طلع واتكلم قال انا ماليش دعوه مين اللي ياخد الدوري، انا عندي فرقتي مركز معاها وعايز اخلص باحسن شكل، يعني شايف موقف ازاي؟ يعني موقف صعب. انا يعني ما التصريحات في المؤتمرات الصحفيه ما بتصنعش بطولات، ولكن انا اعتقد ان ستيفن جيرارد هيحارب مع ليفربول كانه لاعب في الملعب فعلا، او يعني زي ما بقول لحضرتك هو دلوقتي مريح اثنين لعيبه من اهم اللعيبه عنده في الفريق علشان مواجهه مانشستر سيتي، فاعتقد ان جيرارد هيوجه كل امكانياته وطاقته ان هو يقدر يعصر مانشستر سيتي في اخر جوله، ولكن جوارديولا برضو يعني بغض النظر عن الحب والكره، جوارديولا على المستوى الفني ياكل جيرارد ولاعيبه، ويقدر يحط لعيبته في قدرات نفسيه تؤهلهم ان هم يحسموا الماتش من البدايه. لكن خليني اقول لك الجوله دي مش بس ما بين مانشستر سيتي ليفربول، هو هتحسم الماتش ده، يحسم بطل الدوري، لكن كمان عندنا في الجوله دي توتنهام 68 نقطه وارسنال 66 نقطه. هل ارسنال هيقدر يوصل لدوري ابطال اوروبا ولا لا مع ابننا محمد النني؟ ونتمنى ان هو يقدر يوصل لدوري ابطال اوروبا. محمد صلاح وسون، محمد صلاح 22 هدف وسون 21 هدف، فهتحسم كمان هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح وارنولد، محمد صلاح 13 اسيست وارنولد 12 اسيست، فكمان هتحسم اكتر عدد من صناعه الاهداف في الدوري الانجليزي. أليسون وإدرسون، أليسون حارس ليفربول وإدرسون حارس مانشستر سيتي، الاثنين عندهم 20 كلين شيت، 20 شباك نظيفة، فحتى الجولة دي هتحسم مين أفضل، أليسون ولا إدرسون، ومين أفضل دفاع، ليفربول ولا مانشستر سيتي. فالجولة دي هتحسم حاجات كتير قوي قوي قوي، هي دي متعة الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي يعني أنا بالنسبة لي ما بستمتعش بيه الأكثر فنيا خالص على اطلاق، ولا بعتبر انديته هي الاقوى انديه في العالم، مفيش شك، مفيش شك، ولكن انا هو دي التنافسيه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، هي دي روعه ستيفن جيرارد مع استون فيلا قادر ان هو يوقف مانشستر سيتي اللي هو كان
ماشي طايح في العالم كله. هنشوف كان طايح ازاي وهنشوف مشوار الفريقين في البريمير ليج، لكن اطمنه واطمن الجماهير ان الدقيقه 27 النتيجه 27-27 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه. كل التوفيق لفرقتنا، لكن زي ما بنتكلم مشوار البريمير ليج مشوار طويل جدا جدا ومشوار قاسي جدا جدا. معانا على الشاشه مشوار طبعا ليفربول والمان سيتي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين النقاط طبعا فرق نقطه لصالح المان سيتي، والفوز طبعا ليفربول 27 مانشستر 28، كلها نتائج قريبه جدا جدا عمر، وبتقول ان المشوار كان صعب جدا. وتبقى الامطار الاخيره، الامطار الاخيره، تفتكر ايه اللي هيحسم الامور؟ هل يعني هل تفوق الشكل الهجومي للمان سيتي هيحسم الامور، ولا الصلابه الدفاعيه لليفربول وكمان على مستوى محمد صلاح ان شاء الله يجيب جون ويحسم يعني كمان الحذاء الذهبي لهدافي الدوري الانجليزي؟ اللي هيحسم الامور مين بالنسبه للطرفين؟ يورجن كلوب و اللي هيحسم الامور بالنسبه لجوارديولا هو الدقيقه الاولى. الدقيقه الاولى شكل الفريق نازل عامل ازاي. جوارديولا احيانا بيحب يتفلسف، يعني عنده لازم كده انا هعند النهارده، يعني انا هعند النهارده وعايز اكسب وانا بعند. لو ما عملش كده هيكسب من الدقيقه الاولى. انت مع الفكره انه عنده سنه عند او عنده سنه غرور وظهر دوت مثلا في امام ريال مدريد على سبيل المثال؟ ده عنده سنه عند وسنه غرور ما اعرفش هتوصله لفين. يعني مثلا السنه اللي فاتت قدام تشيلسي لما لعب ستيرلينج وطلع لعيب نص الملعب كان بيلعب هو بيه دايما وطلعه مش متذكر اسمه حاليا ونزل ستيرلينج وخسر بيه ولعب من غير راس حربه وخسر نهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. السنه دي في نص الشوط الثاني اما طلع دي بروين اللي هو افضل لعيب عندك علشان ريال مدريد تنزل وتقدر ترجع في الماتش في اخر خمس دقايق وتلعب اكسترا تايم كامل من غير اللعيبه الاساسيه او اللعيبه اللي انت المفروض بتحمل عليها في الملعب. مع برشلونه لما طلع وبرشلونه خسرانه من الانتر لما طلع ابراهيموفيتش ونزل ابيدال، يعني تغييره برضو عمري ما هنساها. تفتكر التناقض الشخصيه دي على الجانب الاخر يورجن كلوب عنده واقعيه كبيره جدا وعنده يورجن كلوب انا هنزل انا عندي 90 دقيقه هنزل اللعيبه هتاكل النجيله هسجل اكتر قدر من الاهداف انا ممكن اسجلها مش هعمل تغييرات غير واللعيبه مستقره مش هعمل تغييرات غير وانا محتاجها. هو ده اللي هيفرق. يعني جوارديولا لو لعب العادي هيكسب وهياخد الدوري. على مستوى المنافسه في المباراه الاخيره شايف انهي مباراه اصعب، وولفرهامبتون امام ليفربول ولا نتكلم سيتي واستون فيلا؟ على المستوى التقييم الفني، التقييم الفني استون فيلا اصعب، لكن بس الاثنين نهائيين، الاثنين اللعيبه هي نازلين نهائيين، يعني الفريقين ما ينفعش ما يسجلوش، الفريقين ما ينفعش يستقبلوا اهداف. هي فعلا احساس بكل المشاعر اللي ممكن تخشها في مباراه نهائيه بدون ضربات جزاء. انت عندك مباراه نهائيه انا ما ينفعش اكون مستعجل وفي نفس الوقت ما ينفعش اكون متردد. فالفرقتين يعني سواء وولفز او وست هام او استون فيلا عندهم تنوع تكتيكي اكتر، عندهم لعيبه ممكن تصنع الفارق اكتر في الملعب وعندهم خيارات هجوميه افضل، ولكن المباراة نهائية، النهائي اللي بيتحكم فيه أعصاب اللعيبة خلال 90 دقيقة. طيب تعالى أنا وأنت عشان أنت كمان قلت نقطة مهمة جدا، الصراع مش على القمة بس، لكن في بعض الصراعات من خلال الأرقام الأهداف بتتكلم على صراع الوصول ل طبعا دوري أبطال أوروبا السيزون القادم ما بين الأرسنال وما بين توتنهام. نشوف ترتيب، يمكن ترتيب معانا ترتيب أو نتائج الجولة الأخيرة، نشوف نتائج الجولة الأخيرة وتأثيرها طبعا على طبعا جدول الدوري. ولو كان طبعا فوز توتنهام 1-0 على طبعا بيرنلي، استون فيلا 1-1 مع كريستال بالاس، ليدز يونايتد 1-1 و ليدز يونايتد 1-1 امام برايتون، وست هام والتعادل 2-2 امام مانشستر سيتي. هنقف عند المباراه دي ونتكلم عليها اكيد، واتفورد والخساره امام ليستر سيتي 5-1 وورتهامبتون والتعادل امام نوريتش 1-1 طبعا مباراه هنتكلم عليها كمان. ايفرتون بينهزم امام برينفورد 3-2، نيوكاسل والفوز على الارسنال برضه هاخد رايك في المباراه دي يا عمر، لكن مباراه كانت مهمه جدا جدا للارسنال للحفاظ او للوصول للتشامبيونز ليج الموسم القادم.
ساوثهامبتون والهزيمة أمام ليفربول 2-1. رأيك في النتائج؟ في مفاجآت؟ أنا عايز بس أخد سريعا منك بالنسبة للأرسنال، المباراة دي شفتها إزاي؟ ونيوكاسل خلاص كان بعد في الدور الأولاني كل الناس كانت بتتكلم إن نيوكاسل في الشامبيونشيب ونازل للدرجة الأدنى، ولكن قفزة قوية جدا وبقاؤه في الدوري. نيوكاسل بعد الاستثمار الصندوق الاستثمار السعودي وشراء واستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد والتعاقد مع المدير الفني إيدي هاو جه يوم تقريبا 8 نوفمبر. كان قبل 8 نوفمبر نيوكاسل ما قدرش يكسب ولا مباراة في الدوري الإنجليزي. كان ولا عنده مباراة. ولا مباراة. كان عنده 6 تعادلات و5 هزائم بعد التعاقد مع إيدي هاو وبعد الصفقات القليلة جدا المنحصرة على صفقتين أو 3، قدر إيدي هاو إن هو يوصل مع اللعيبة اللي موجودة حاليا في نيوكاسل إن هو يفوز في 12 مباراة منهم 5 مباريات على التوالي. قدر يقفز فيهم في جدول الترتيب، وقفزة جدول الترتيب غير القفزة الفنية اللي قدر يعملها ويسيطر بيها على أوضة اللبس واللي قدر يطبقها في الملعب. شفنا بيقدم نتائج إيجابية جدا قدام معظم فرق الدوري الإنجليزي. أرسنال عنده لغز كبير جدا بعد تقديم مستوى هايل قدام مانشستر يونايتد، ومستوى هايل قدام تشيلسي، ومستوى هايل قدام مانشستر سيتي. بنشوف تراجع بشكل كبير جدا قدام توتنهام وقدام نيوكاسل. ده اللي اعتقد ان هو بينقص ارتيتا هوية الفريق، ما بيقدرش يكمل بنفس الريتم، وده عشان كده مش هو الفريق البطل، ما بيقدرش يكمل بنفس الريتم وبنفس الشكل وبنفس الاداء اللي المفروض يستمر عليه. لا، عنده ارتفاعات وانخفاضات في مستوى اللعيبه، ما بيقدرش يخلي اللعيبه على مستوى واحد طوال فترات الموسم. ده راجع لحاجتين، اول حاجه هي دكه البدلاء، عنده دكه بدلاء لا ما بيقدرش يعتمد عليها، ما تقدرش تعتمد على التغيير او التنوع في دكه البدلاء ان هو يقدر يعمل لك اكتر من شكل في الملعب. ثاني حاجه هي المتوسط الاعمار الصغير للعيبه، عنده متوسط اللعيبه اللي هو بيعتمد عليها في الملعب متوسط اعمارها صغير جدا، معظمهم 23 و22 و21 سنه. كل ده هيجي مع الخبره، وكل ده هيجي طبعا مع الممارسه اكتر في الدوري الانجليزي. ولكن ايه اهداف ارسنال؟ اهداف ارسنال المنافسه والتاهل لدوري ابطال اوروبا، اهداف ارسنال الحصول على بطوله، اهداف ارسنال ان هو يكون موجود بس ويبيع في لعيبه. هي ده اللي هتفرق عشان مشجع ارسنال بقى يبتدي يريح دماغه. انت عايز ايه؟ يعني ايه التارجت بتاعنا بالظبط؟ انت ايه التارجت بتاعك؟ انت عايز توصل كذا، عايز تعمل كذا، ولا الاداره عايزه تكون موجوده بس زيها زي نيوكاسل يونايتد زيها زي؟ هو دي المشكله هنا. تمام، هنكمل معاك عمر، لكن بنقول انتهت المباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي كاس كوس الافريقيه بفوز نادي الزمالك 29-28. هارد لك لفرقتنا، كانوا ابطال في هذه المباراه بشكل كبير جدا ودايما ابطال. يعني النادي الاهلي في كره اليد معروف انه نادي عظيم ومثل مصر ومثل افريقيا على مستوى كاس العالم للانديه. هارد لك، وان شاء الله تتعوض باذن الله، وبطولات النادي الاهلي يعني مليانه ان شاء الله. كل التوفيق لكل طبعا فرق النادي الاهلي على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. طيب عمر، اتكلمنا على الارسنال وانت اتكلمت على الهدف الاساسي من الارسنال، ولكن تبقى المباراه في يوم الاحد مباراه فيصليه لتحديد مركزه في الموسم القادم. كمان على مستوى بقى نتكلم على مستوى ليفربول واستعداد يورجن كلوب من خلال مباراه كانت مهمه جدا، مباراه قويه جدا امام ساوثهامبتون. كانت بالنسبه لك مفاجاه ان عدد 6-7 لعيبه من اللعيبه الاساسيه ما يكونوش موجودين في ظل ان هو يعني كل نقطة بتفرق معاها؟ هل ده كان بالنسبة لك مفاجأة تشكيل أو غياب النجوم أو غياب الصف الأول لليفربول أمام ساوثهامبتون؟ بعد الكاس الإف إي كاب لما تلعب قدام فريق تشيلسي وكسب في ضربات الجزاء، حصلت عنده أكتر من إصابة، حصلت عنده خرج محمد صلاح وخرج فان دايك. فأعتقد إن دي ادت مؤشر ليورجن كلوب إن لا، لازم اللعيبة تريح شويه علشان هم عندهم نهائي دوري ابطال اوروبا. يعني لو بصينا على الدوري الانجليزي يقول انا كده كده كان لسه مانشستر سيتي ما تعادلش، او كان لسه متعادل في نفس اليوم.
هو كمان يورجن كلوب في تصريحاته كان دايما يقول لك لا المان سيتي مش هيخسر نقاط بالظبط. يعني هو عنده اللي هو ايه انا مكمل في الدوري بالزبط. بس في نفس الوقت مش هقدر اخسر بطوله ثانيه. والدليل كان هو لعب بكل لعيبته قدام قدام تشيلسي في الاف اي كاب. فهو انا مكمل في الدوري بس انا عندي هدف اقوى او هدف يعني أقرب. سهل ان انا اوصل له او اقرب لي ان انا اوصل له وهو نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ايام قليله جدا. يعني لو لعيب جاله شد في الخلفيه مش هيقدر يلعبه خلاص لان مثلا يقعد اسبوعين. صلاح كنا خايفين الضمه ان هو ما يلعبش نهائي دوري ابطال اوروبا. فهو علشان كده قدر او طلب من بعض اللعيبه ان هي تريح شويه في المباراه اللي فاتت علشان يقدر تكون عندها ما عندهاش ارهاق عضلي او ارهاق بدني قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. عايز اقول حاجه عن نهائي دوري ابطال اوروبا وهتفتكرها لي بعد النهائي. ماشي هسجلها وهاجي معاك. محمد صلاح عمل اعظم مايند جيم اتعملت في كره القدم في التاريخ. مايند محمد صلاح عمل اللي هو العاب العقل اللي هو ممكن يعملها اعظم حد في التاريخ. بمعنى ان هو جه عمل كل التصريحات على ريال مدريد واحنا عندنا صقر لازم نوصل له من ريال مدريد وعايزين نكسب ريال مدريد ولازم نرجع في النتيجه زي ما كسبونا في نهائي قبل كده في دوري ابطال اوروبا نكسبهم في نهائي قبل كده في دوري ابطال اوروبا الحالي. ويجي كاسيميرو يطلع يرد عليه، انشيلوتي المدير الفني يطلع يرد عليه، فالنتينو بيريز رئيس النادي يطلع يرد عليه، توني كروس يطلع يرد عليه على تويتر. بقى كل ريال مدريد بالمدينه في ريال مدريد والعالم كله في ريال مدريد في العالم كله بيرد على محمد صلاح مش على ليفربول. فليفربول لما تاخد دوري ابطال اوروبا هيبقى محمد صلاح اللي خد دوري ابطال اوروبا مش ليفربول. دي نقطه فلما يجي الجزء الايجابي. طب لو فلما يجي ما هو لو خسر يبقى هو كده كده خسر، انا خسرت فمش هخش بالون دور. فلما يجي ساعه التصويت لو انا صحفي رايح اصوت دوري ابطال اوروبا مين اللي كسبه بنزيما ولا محمد صلاح، مش هقول ليفربول، مش هقول ساديو ماني، مش هقول فان دايك، مش هقول يورجن كلوب. اوكي بنزيما ولا محمد صلاح؟ لا محمد صلاح، انا علمته قصاد محمد صلاح. يعني اعظم مايند جيم ممكن تتعمل. تفتكر ده بنتيجه لدراسه معينه عملها الايجنت بتاعه او مترتبه بشكل بالزبط. كويس مش طالعه عشوائيه. محمد صلاح ما بيعملش حاجه عشوائيه، محمد صلاح ما بيقولش تصريح عشوائي. بعض الناس انتقدوا الجزئيه ديت وقالوا هو بيحط اللود على نفسه اكتر وبيحط اللود عليه وان الامور ما كانتش هو الوحيد اللي طلع اتكلم على موضوع الريفنج دوت. اتنين عشت معاهم في منتخب مصر، محمد صلاح ومحمد النني، كل ما تحط عليهم لود اكتر كل ما بيظهروا بشكل احسن. ده حقيقي. بس وعمرو السوليه في الاهلي. يعني غير كده فعلا كل ما تحط عليهم لود اكتر كل ما يظهروا بشكل احسن. هو ده محمد صلاح ومحمد النني، النني كل ما الناس تنتقده تلاقي الماتش اللي بعده احسن لاعب في المباراه. صحيح. فاهم؟ فبالعكس ده اللود اللي هو حاطه على نفسه ده هيدي له مساحه اكتر في الماتش وهيخلي اللعيبه تركز معاه اكتر واللعيبه تكون اجريسيف ضده اكتر، يقدر ياخد منها حاجات او فاولات او يقدر يخرج لعيبه بره المباراه في ماتش ريال مدريد بشكل اكبر. فمحمد صلاح اعتقد ان هو لعب مباراه خارج المباراه وقدر يكسبها 100%. زي مورينيو، مورينيو اللي علمني الموضوع ده. مين؟ مورينيو. مورينيو مورينيو طبعا ملك التصريحات. ملك انت بيخش الوتاوي الصحفي قبل المباريات بشكل كبير. عايز اخد قبل ما نشوف يورجن كلوب قال ايه، عايز اخد رايك سريعا طالما دخلت في دوري الابطال او النهائي. شخصيه انشيلوتي مع ريال مدريد ممكن تحسم هذه المباراه بشكل او باخر. انشيلوتي يعني مقدم موسم اكثر من رائع، افضل يعني مدرب في تاريخ بيحصل على الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. شايف انشيلوتي شخصيه انشيلوتي زي قبل ما نروح ليورجن كلوب؟ عبقري. انشيلوتي عبقري، بيقدر يستخدم يعني بغض النظر عن استخدام اللعيبه، بغض النظر عن الاوراق المطروحه، وبغض النظر عن الفوارق الفرديه في الدكه ولعب توني كروس ومودريتش وكاسيميرو هم سنيا عاليين جدا، ولكن هو بيقدر يحط لعيبته في حاله نفسيه وحاله بدنيه مش طبيعيه. انشيلوتي بيقدر يفوز بدوري ابطال اوروبا، عنده قدره مش طبيعيه على الفوز بالمباريات الذهاب والاياب، عنده المباريات الاقصائيه دي هو خبير فيها، عارف امتى من اين تؤكل الكتف، عارف امتى
يقدر يحط دلوقتي وعارف امتى يقدر يشوح للحكم دلوقتي وامتى يقدر يخرج المدير الفني للخصم وامتى ممكن يعمل تغيير. اي حد يشوف ان هي ملهاش لازمه بس يخلي المدرب التاني يلف حوالين نفسه ليه نزل اللعيب ده رودريجو بالظبط. طبعا امام مانشستر سيتي عايز اخدك لارقام مباراه ليفربول وساوثهامبتون برضو ونشوف من خلال الارقام. رغم طبعا التفوق الواضح لليفربول لكن تاخر في الفوز يعني النتيجه كانت 2-1 وعايز اخد بعديها نشوف يوجن كلوب كمان قال ايه لان في بعض الاخبار بيتكلم ان امبابي كمان هيكون موجود في ليفربول. دي ارقام المباراه طبعا الفرص كانت اكيد اكتر لليفربول 6-2 الاهداف المتوقعه كانت في صالح ليفربول بشكل كبير استحواذ طبعا ليفربول كل المؤشرات كانت لصالح ليفربول ولكن ساوثهامبتون كان فاجئ ليفربول بالتقدم بهدفه. هدف مباغت من ساوثهامبتون جه في الدقيقه الاولى للمباراه ولكن يعني رجال يورجن كلوب قدروا ان هم يرجعوا في الماتش. يورجن كلوب قدر باللعيبه بالخبرات اللي معاه خلاص فريق ليفربول حاليا يمتلك من الخبرات اللي تؤهله ان هو يفوز على ساوثهامبتون في ظروف زي اللي هو فيها دي. يعني يتبقى على على الموسم مباريات قليله جدا فبيفوز باقل مجهود وبيفوز بالخبره. طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال ايه بعد الفوز على ساوثهامبتون 2-1. أنا سعيد جدا بالأداء، لقد كان مؤثرا بأمانة. تحس أن هؤلاء اللاعبين أشبهوا بسيارات جديدة تتركهم يخرجون ويفعلون ذلك بهذا الشكل. لا أدري متى لعب هارفي في أيلوت آخر مرة. يفتقد كريتيس جونز للإيقاع لأنه لعب من وقت لآخر. أعتقد أنها جريمة ألا يلعب تاكومي. لم يلعب أليكس أوكسليد لكنه يتمتع بلياقة مذهلة. الوضع صعب في بعض الأحيان لهؤلاء اللاعبين وما حدث هذا العام حدث بفضل هذه المجموعة، إنها مجموعة متميزة وأثبتوا ذلك مرة أخرى. عمر تعليقك. هو دايما يوجن كلوب يعني متزن جدا في تصريحاته، دايما عنده موتيفيشن حتى لما بيخسر مباراة، عمره ما جاب يعني عمره ما عمل بلام على فرقته، لكن كمان بيقول إن اللعيبة ديت شبهها بعربيات من العربيات السبورت القوية جدا اللي عملوا مباراة كبيرة يعني. ما بقتش بصدقهم بعد ما قلع النضاره مش عارف ليه. هو يعني النضاره بيجري بقى. لا فعلا يورجن كلوب دايما عنده اتزان كبير جدا في تصريحاته وبيقدر بيلم لعيبته بشكل كبير جدا. حتى لما بيغلط في التصريحات لما طلع قال على موضوع محمد صلاح ان لسه الموضوع التفاوضات مع محمد صلاح شغاله، طلع قال انا غلطت ان انا اتكلمت عن تصريحات محمد صلاح بعد ما هاجمت رامي عباس وكيل محمد صلاح، قال انا غلطت ان انا صرحت بشان تجديد محمد صلاح وبعد اذنكم ما تسالونيش تاني عن تجديد محمد صلاح لان دي حاجات في الاداره انا ما ينفعش اتكلم فيها. ودايما بيدي القدر الكافي من الاحترام للمدير الفني الخصم. صحيح. فدي حاجه محترمه دايما يعني. زي ما بقول لحضراتكم يورجن كلوب كمان كان عنده بعض التصريحات بعد التقارير بتقول ان ممكن يعني مبابي يكون موجود في ليفربول. انا استبعد كده، اعتقد مبابي طريقه الى ريال مدريد، لكن كان في بعض التقارير بتقول ان ليفربول مهتم بوجود مبابي. وكمان نشوف يورجن كلوب قال ايه عن اصابه محمد صلاح وطبعا فان دايك وهل ان شاء الله يوصلوا ويكونوا جاهزين للمباراه النهائيه. ده من خلال تصريح يورجن كلوب. Of course we are interested in Kylian Mbappe. We are not blind. نحن مهتمون بالطبع بكيليان مبابي. نحن لسنا فاقدي بصر. في الواقع ليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. أما بينه وبين ليفربول فالوضع واضح. نحن بالطبع معجبون به. وإذا لم تكن معجبا به فعليك أن تسأل نفسك سبب ذلك. لكننا عاجزون عن الدخول في هذه المعارك بين الأندية للحصول على توقيع مبابي. هناك بلا شك أندية أخرى معنية بذلك. هذا حسن أنه لا يزال لاعبا عظيما. فان دايك ومحمد صلاح بحالة حسنة، نهدف مشاركتهما بصورة كاملة أمام ولفرهامبتون في الدوري. ولا أدري إذا ما كانا سيلعبان لدقائق محدودة أو منذ صافرة البداية، سنرى ما سيحدث لأن ذلك سيكون مثاليا للمباراة. لكننا سنراجع الوضع يوما بعد يوم وأنا واثق أنه لا شكوك لدي بأنهما سيكونان جاهزين لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وواثق من مشاركتهما في المباراة أمام ولفرهامبتون، لكنني أشك.
ده كان تصريح طبعا يورجن كلوب. بالنسبة لبعض النقاط عايز أخد منها عمر نقطة واحدة، هو بيتكلم طبعا على مبابي، بيقول طبعا مين يقدر يقول ان هو مش مهتم بمبابي، ولكن جه عند نقطة وقال لك ليفربول مش من الأندية اللي بتخش في صراعات كبيرة مع الأندية لحسم صفقات. سريعا عايزك تقول لي ازاي يورجن كلوب بصفقات يعني مش من العيار التقيل قدر يعمل فرقة عظيمة وأفضل فريق في العالم دلوقتي؟ دي ثقافة الألماني يورجن كلوب، في انه العين اللي بتختار والسكاوتنج اللي شغال معاه والدراسات اللي بيعملها على كل لاعب بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الدوشة سبب واضح في وصول ليفربول لهذه المكانة. بالظبط، يورجن كلوب كان عنده يعني صرف حوالي 500 مليون استرليني على الفرقة اللي موجودة دلوقتي، كان عنده فعلا ما دخلوش في خصومات او صراعات او يعني صراعات مع اي انديه تانية في اي تعاقدات، يعتبر ما صرفش فلوس كتير غير على صفقتين اليسون وفان دايك تقريبا 75 مليون و50 مليون حارس مرمى. ولكن زي ما حضرتك بتقول المدير الرياضي او يورجن كلوب والعين اللي بتختار يا كابتن، وازاي شايف ان الفريق بينقصه حته هنا وحته هنا وبيقدر يجمع الفريق، ودي نوضحها بمثال وهو اقرب للحقيقه، وهو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيصرف فلوس ضخمه جدا وبيجيب لعيبه ضخمه جدا، ولكن في الاخر بينقص الهويه، بيجيب مربع بس المربع كبير، ويعني مثلا بيجيب لعيب تقيل جدا بس المربعات ما بتركبش على بعض، ما بتقدرش تركب، ما فيش انسجام للفريق على بعض. بيجيب لعيبه واسماء كبيره وارقام كبيره جدا، ولكن ما بتقدرش توصل للهدف الفني من اللعيبه دي. ده على عكس اللي بيعمله يورجن كلوب في كل الانديه اللي بيدربها. يورجن كلوب بيوصل للمكانه اللي هو عايزها بان هو يتعاقد مع اللعيب اللي ناقصه فنيا واللي يقدر يطوره فنيا، وما بيحبش يدرب نجوم وما بيحبش يتعاقد مع نجوم. بالعكس، انا ممكن اجيب صفقه زي لويس دياز ده وادفع فيه لسه اتكلم عليه 30 40 يعني مليون بالظبط، وما راحش اجيب هالاند وادفع فيه 150 مليون ويجي ويبوظ لي الفرقه وياخد مرتب قد كده ويبقى ماشي، هالاند رايح هالاند جه. لا، انا بحب ادرب المجموعه اللي تقدر توصلني وتمكنني فنيا من الشكل الهجومي او الشكل التسلسلي من الدفاع للهجوم اللي انا عايزه. صحيح. على الجانب الاخر زي ما اتكلمت، هالاند طبعا مضى رسميا مع المان سيتي، وعشان كده نروح بقى للمان سيتي. مان سيتي كانت مباراه امام ويست هام، مباراه ممكن كان يحسم فيها البطولة بشكل أو بآخر، لكن فوجئنا بالتعادل 2-2. كانت مفاجأة بالنسبة لك سيناريو المباراة؟ كان مفاجأة تقدم ويست هام بهدفين ثم عودة المان سيتي، شفت المباراة إزاي؟ مفاجأة جدا، شفنا ويست هام بيسجل الأول بعدها بيسجل الثاني. كنت يعني بقول خلاص هو الدوري بيروح من مانشستر سيتي ولا إيه؟ ولكن هو ده الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي في دقايق برضو قدر يرجع مع جوارديولا للنتيجه، ولكن بتلاقي في اوقات في السيتي في عنصر ناقص، في حاجه مش مكتمله، في لغز في الفريق. احيانا بنشوف التفكك الدفاعي وزي ما يكون الدفاع ده كله لعيبه هاويه رغم اسماء كلها يعني انت شاري لابورت بحوالي 50 مليون، ستونز بحوالي 50 مليون، إيكي بحوالي 45 مليون، كانسيلو وولكر، وعنده لعيبه في الدفاع كبيره جدا، ويعني واسماء المفروض كبيره جدا، وروبن دياز من افضل المفروض المدافعين في العالم، ولكن بتلاقي ان في النهايه في خلل في المنظومه، في خلل في الوقفه، في خلل في التمركزات. وحضرتك يعني تقول لنا افضل يعني ليه اللعيبه دي مره واحده كده بتحس ان هي مشتته، الاربع مدافعين اللي ورا واقفين مشتتين في منظومه مانشستر سيتي، واعتقد ان هو ده الخلل اللي بيوصله للكارثه في كل البطولات. انا اعتقد هو دايما عمليه الاستحواذ الكتير ودايما محتاز على الكوره في الفرق اللي بتلعبك وتستحوذ شويه على وسط الملعب. انا في اعتقادي وسط الملعب لما المان سيتي بيخسر وسط الملعب على طول الخط الضهري بينكشف لانه ما عليهوش اختبارات كتير طول الموسم، وبالتالي الضغط عليه كتير ممكن يسبب بعض الاخطاء. لكن طبعا ما فيش شك ان طبعا جارديولا مدرب كبير، ومان سيتي على الورق طبعا اقرب للحصول على البريمير ليج، لكن التعادل 2-2 مع ويست هام اثار بعض الشكوك
واتأجلت لي طبعا يوم الحد الجاي ونهاية السباق ما بين يوجن كلوب وطبعا وجارديولا. هنشوف قال ايه جارديولا بعد التعادل مع ويست هام 2-2. لعبنا الشوط الأول أكثر من لائق، لكن الفرص كانت صعبة للغاية. أنا سعيد جدا بحقيقة أننا عدنا أمام ويست هام يونايتد في هذا الملعب. من الصعب السيطرة عليها، بدأ الأمر وكأن شيئا لم يحدث في بعض الكرات. تراجعوا إلى الخلف، قطع الكرة كان بشكل جيد حقا، وإنهاء الهجمات كان جيدا. نعم سجلنا في الشوط الثاني بعد أن صنعنا شوطا ثانيا جيدا. إنها نقطة ثمينة حصلنا عليها. الآن ليس هناك نقاش حول فارق الأهداف ولا جدال حول أي شيء، إنه مجرد فوز في مباراة لنكون أبطالا. إذا لم نفوز فسيكون ليفربول بطلا. يمكنني فقط أن أؤكد لك شيئا، سيتم بيع كل التذاكر في ملعبنا وسنمنحهم كل حياتنا وسيمنحوننا حياتهم. القيام بذلك يعد امتيازا لا يصدق. بعد سنوات عديدة من التواجد هنا يعد امتيازا لا يصدق أن تتاح لنا الفرصة مع الناس في المنزل للفوز بمباراة واحدة لتصبح بطلا، وأنا أتطلع إلى ذلك. أمال كبيرة جدا طبعا لجارديولا للمباراة الأخيرة في الدوري والحصول على البريمير ليج عمر. وفي تصريحاته دايما بيتكلم على المشروع، وأن قال أن المشروع اللي أنا جيت المان سيتي نجح بنسبة 100%، ولكن يبقى دايما مشكلة دوري أبطال أوروبا هي المشكلة الكبرى لجارديولا منذ سنوات ما كان حتى موجود مع البايرن. شايف تعليقاته إزاي وشايف طموحاته الفترة اللي جاية على مستوى المشروع اللي مكمله مع المان سيتي؟ هو مشروع مانشستر سيتي فعلا نجح في 100%، بس يعني دوري أبطال أوروبا حجر عسر قدام كل المشاريع في أوروبا. يعني باريس سان جيرمان عمل كل حاجة في الدنيا بس عايز دوري أبطال أوروبا، مش عارف يفوز بيه. مانشستر سيتي نفس الموضوع، بايرن ميونخ مع جوارديولا كان عندهم طموحات كبيره جدا ان هم يكسبوه ومش عارفين يكسبوه. حتى في المشاريع الجديده للانديه، مثلا الفرق عايزه تتاهل لدوري ابطال اوروبا، ارسنال عايز يتاهل لدوري ابطال اوروبا، مانشستر يونايتد كان بيتمنى ان هو يتاهل مع إيريك تن هاج المدير الفني الجديد من الموسم المقبل لدوري ابطال اوروبا. فهو دايما دوري ابطال اوروبا حجر عسر كده، لازم يوقف كل الانديه. اعتقد ان جوارديولا بيخسرها عشان فلسفته، بيتفلسف اكتر من اللازم، بيخسرها علشان عنده وعلشان الغرور اللي بيركبه في مباريات النهائيه. بيعمل حاجات غريبه جدا، فاعتقد ان هو ده الغريب. جوارديولا السنه دي كان ناقصه في تشكيلته الفنيه المهاجم راس الحربه التسعه، كان عنده خيسوس وما كانش بيقدر يستفيد منه، او خيسوس ما عندوش الامكانيات اللي تاهله بنسبه 100% ان هو يكون موجود او يعتمد عليه جوارديولا بشكل كبير. اتعاقد مع هالاند، اعتقد ان لا يعني مانشستر سيتي لازم يمشي ناس من الفريق، معرفش معرفش كل دول يقعدوا مع بعض ازاي، هيتجمعوا ازاي مش عارف يقعدوا مع بعض ازاي لكن خلينا نتكلم طبعا على مستوى الفرقه. وجود هالاند مكسب كبير جدا، ويمكن ده الحلقه اللي كانت ناقصه، اللي كانت ناقصه جوارديولا. عايز اقول لك ان في نجوم كبيره من مان سيتي يمكن ترحل من نهايه الموسم، في بعض الاخبار حتى عن يعني محرز يكون موجود في قائمة الراحلين. لكن خلينا نرجع أنا وأنت ونشوف كمان على مستوى، بتتكلم الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا دايما عاثر، ولكن كمان في سعي كبير جدا من الأرسنال للوصول لطبعا المركز الرابع وتمثيل أو الاشتراك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. لكن الخسارة أمام 2-0 أمام نيوكاسل كانت مفاجأة، وكانت طبعا نقطة صعبة جدا لأرتيتا، اللي يمكن هنشوف مع حضراتكم قال إيه بعد الهزيمة من نيوكاسل 2-0 وتقلص فرصه للوصول للمركز الرابع. أجلس عادة هنا وأدافع عما فعلناه، إلا أن الوضع ليس كذلك، وكان نيوكاسل وبنسبة 100% أفضل منا في كل نواحي اللعب من البداية إلى النهاية، وهو وضع يصعب علي تقبله. نحتاج للفوز وندرك أن كل شيء ممكن في كرة القدم، ونحتاج أن نكون جاهزين إذا حدث أي شيء، وحتى يكون بوسعك القيام بذلك عليك أن تطأطئ رأسك وتبلع السم الذي نحسه كلنا وأن نبدأ من جديد. ده كان أرتيتا المدير الفني للأرسنال عمر، وما زال عنده الأمل وعنده الفرصة، على يعني حسب تصريحاته إن احنا عندنا الأمل وعندنا الفرصة ل
طبعا الوصول للمركز الرابع. عايز انا وانت نشوف كمان المباريات القادمه من الجوله الاخيره، او يعني في طبعا بعض المباريات المؤجله دلوقتي بيتلعب، اعتقد الساعه 9 هيكون بيتلعب ليستر سيتي هيلاعب تشيلسي، لكن مباراه الاسبوع طبعا ايفرتون مع كريستال بالاس، استون فيلا مع بيرنلي، وتشيلسي هيتلعب النهارده امام ليستر سيتي. دي مباريات الاسبوع. الارسنال طبعا هيلاعب ايفرتون، برينتفورد ليدز يونايتد، وبرايتون امام ويست هام، بيرنلي امام نيوكاسل، وتشيلسي امام واتفورد. وطبعا الارسنال هيلاعب ايفرتون، اكيد مباريات صعبه جدا على الارسنال. كريستال بالاس هيلاعب المان يونايتد، ليستر سيتي هيلاعب ساوثهامبتون، ليفربول طبعا وولفهامبتون، مان سيتي هيلاعب استون فيلا، ونوريتش امام توتنهام. كلها مباريات صعبه، ولكن يبقى البريمير ليج اقوى دوري على مستوى العالم. يوم الاحد هتكون جوله الحسم في البريمير ليج، هل يا ترى سيحسم الامور جارديولا والمان سيتي بالحصول، او تحدث المفاجاه ويفوز يوجن كلوب ومحمد صلاح في البريمير ليج؟ ده اللي هنشوفه من خلال الجوله يوم الاحد ان شاء الله. نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع حضرتك. اهلا بحضراتكم. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم الاحد الجاي هتكون طبعا جوله الحسم، من سيحسم البطوله على مستوى البريمير ليج، هل السيتي ام ليفربول؟ كمان دلوقتي مع حضراتكم من يحسم البطوله في السيريا اه الدوري الايطالي دلوقتي، الميلان بفارق نقطتين على الانتر، وجوله الحسم كمان الجوله القادمه. عمر رايك ايه في الدوري الايطالي السنه دي؟ رايك ايه في الميلان السنه دي؟ وتوقعاتك للفوز بالبطولة، هل الميلان الأقرب أم الإنتر؟ والله بيولي بيقدم، مدير فني الميلان بيقدم مستوى عظيم جدا جدا مع الفريق. بيولي ما عندوش العناصر الفردية أو اللعيبة اللي موجودة عند الإنتر، ما عندوش دكة البدلاء اللي موجودة عند الإنتر، ولكن قدر يخلق مجموعة عناصر جماعية بتقدم مستوى جيد جدا جدا في الدوري الايطالي. والاعظم من كده ان هو قدر يخليهم لحد النفس الاخير موجودين في المنافسه وعلى صدارة جدول الترتيب. والاعظم من كده اللي هو قدر في كل المواجهات المباشره او معظم المواجهات المباشره مع الفرق الكبيره ان هو يفوز بيها مع فريق الميلان، رجع شويه من هيبه الميلان ورجع شويه من متعه الميلان اللي كانت الناس منتظراها. علشان كده بيولي يعتبر من افضل مدير الفنيين حاليا في السيريا اه، مع شويه ايطاليان المدير الفني لفرنتينا اللي وصلهم ان هم ينافسوا على التاهل للدوريات او البطولات الاوروبيه حتى الان في السيريا اه. خلينا نتكلم عن رحيل كونتي عن الانتر ورحيل كريستيانو رونالدو عن اليوفنتوس. رحيل كونتي عن الانتر، كونتي عمل يعني وصل الانتر مع المدير الفني المدير الفني الحالي ان هو عنده لعيبه بيقدر يصنع منها نجوم كبار وبيقدر يوصل معاهم ينافس بيهم، ولكن كونتي ما كانش بيخسر المباريات الكبيره مع الانتر. لان كمان بالزبط. كنت لسه بتكلم معاك، لو حسمت يعني دلوقتي فرق نقطتين، الانتر الميلان 83 والانتر 81، في حاله تعادل للميلان بيضمن الدوري الايطالي، لان زي ما انت بتقول المواجهات المباشره بالزبط. لصالح اي سي ميلان. سيمون انزاجي المدير الفني للانتر عنده مشكله، عنده بروزوفيتش هو افضل لاعب في الفريق. صحيح. في غياب بروزوفيتش بيكون ما فيش انتر، يعتبر هو نص قوه الانتر السنه دي. وفي فتره غاب فيها بروزوفيتش 7 مباريات الانتر طلع منهم ب7 نقاط، ودي اللي وصل الميلان لصداره جدول الترتيب، وان هو يكون منافس فتره كبيره لوحده على صداره جدول الترتيب. أليجري مع يوفنتوس، أليجري مع يوفنتوس واجه مشكله كبيره جدا، لانه يعتبر لاعب لحد يناير من غير راس حربه. دي اول مشكله. كريستيانو رونالدو مشي، ما تعاقدوش مع فيهالوفيتش غير في يناير، مش متمركز كويس او مش واصل للاهداف اللي بيسجلها بشكل كبير. يعني هو دلوقتي حاليا في المركز الثاني في جدول الهدافين بعد تشيرو موبيلي 27 هدف، فيهالوفيتش مهاجم يوفنتوس 24 هدف، ولكن ده اثر بعد قدومه بالنتيجه ايجابيه على يوفنتوس بعد رحيل كريستيانو رونالدو. لك ان تتخيل ان فريق يوفنتوس مسجل نفس اهداف اودونيزي في الدوري الايطالي، فدي
في واضح ان في مشكله كبيره جدا عند يوفنتوس في القدره التهديفيه. كمان يوفنتوس عنده مشكله كبيره ان هو أليجري ما عندوش زي الحقبه الاولى واحد زي فيدال او بوجبا او بيرلو بيقدر يربط في نص الملعب ما بين الخطوط. لا، نص الملعب عند يوفنتوس في مشكله كبيره جدا اثرت عليهم وخلتهم مجرد ان هم عايزين يتاهلوا لدوري ابطال اوروبا وحتى يخسروا الكاس. طيب سؤال مركب شويه، انت قلت طبعا رحيل رونالدو اثر بشكل كبير على الناحيه الفنيه لليوفنتوس، حاجه للميلان المرشح للفوز باللقب وجود ابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش للموسم الثاني على التوالي ما بيشاركش كتير، لكن الناس بتتكلم على دور القياده، دور الملهم في هذا الفريق، وتوقعات كبيره جدا ان ممكن تكون المباراه الجايه المباراه الاخيره او يعني هيقعد كمان سنه. شايف دور ابراهيموفيتش مع ميلان السنه دي ازاي؟ والله دور ابراهيموفيتش مع الميلان هو دور شخصيه ابراهيموفيتش مع نفسه. ابراهيموفيتش بيقدر يوصل ثقه للاعبين وبيقدر يدي ثقه لنفسه، بالرغم ان زي ما حضرتك قلت ان هو ما بيشاركش كتير، ولكن ابراهيموفيتش هو الحاجه المتبقيه من هيبه ميلان زمان، هو اللي يعتبر اللعيب الوحيد في اللي موجودين دلوقتي اللي حضر هيبه الميلان زمان واللي حضر تيشيرت الميلان زمان، فان هو يقدر يوصلها للعيبه اللي موجوده حاليا، فاعتقد ان هو دي اعظم قدر ممكن اخده او اكتسبه من تواجد لعيب زي ابراهيموفيتش مع فريق زي الميلان. مين افضل لعيب في الميلان السنه دي من وجهه نظرك؟ في لعيبه كتيره زي ما انت بتقول، ما فيش دلوقتي النجم الكبير، ما فيش مالديني، ما فيش لعيبه، لكن التيم وورك هو الموجود. من رايك افضل لاعب في الميلان السنه دي مين؟ ال 11 لعيب. لياو مثلا على سبيل المثال، لعيب هايل، جناح ايسر، بعض التقارير حتى لجازيتا السبورت بتقول ان سعر لياو دلوقتي يوصل لاكثر من 120 مليون يورو نتيجه لعيب صغير في السن، عنده سرعات، عنده امكانيات كبيره جدا، وعلى المرمى هداف كبير. بالظبط، وهداف كبير وعنده امكانيات تسجيليه كبيره جدا وما بيخطاش الشباك ابدا. ولكن هرجع اقول لحضرتك تاني، لياو قدم مستوى كويس جدا وكيسيه قدم مستوى كويس جدا، بس النجم في الميلان هو الفريق، هو المجموعه. يعني ما تقدرش تخرج بعد الموسم وتقول ان الميلان مثلا انت عايز منه لعيب فلتة زي مبابي، هالاند، لا لا، لكن في مجموعه في ميلان، يعني مش هتلاقي، يعني حتى في باريس سان جيرمان بتلاقي اسم موجود هو اللي مغطي، في اي فريق بايرن بتلاقي اسم ليفاندوفسكي، في برشلونه في اسم، في ريال مدريد في بنزيما، في كل الانديه الكبيره دي بروين وكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، لكن في الميلان كل الناس هتلاقيها بتقول ميلان، في الانتر بروزوفيتش، في يوفنتوس في هالوفيتش، في روما مورينيو، لكن في الميلان الناس بتقول ميلان، لان فعلا المجموعه اللي موجوده هي اللي قدرت توصل الميلان بان هم عناصر في تجانس كبير مع بعض، بان هم عناصر كويسين جدا مع بعض. يمكن لو خرجت عنصر منهم بره الميلان ممكن ما يكونش بقوته. صحيح. في الشكل اللي موجود حاليا. اللي عملت في الميلان السنه دي، الميلان بيقدم مستويات اكتر من رائعه وبيستعيد من زمان ذاكره البطولات. في اعتقادي الشخصي الميلان الاقرب لحصد السيريا على مستوى، طبعا على مستوى محتاج نقطه، وبيلعب امام ساسلو في المباراه النهائيه، الانتر هيلاعب سامدوريا، واعتقادي الشخصي ان الميلان يستحق عن جداره يعني الحصول على السيريا. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما مبدع وبتمتعنا دايما. شكرا جزيلا. الوقت يا كابتن بيعدي معاك ومع جمهور الاهلي بسرعه جدا، وانا بستمتع جدا بان انا اكون موجود مع حضرتك وان احنا نتكلم شويه عن الكره اللي احنا بنحبها، فبتشرف جدا. شكرا ليك عمر، نورتنا وشرفتنا. نروح فاصل سريع، وبعد الفاصل نجم اخر من نجم التحليل الفني والرقمي، طبعا محمد الباز نجم التحليل الفني وتحليل الاداء، هيكون معانا بعد الفاصل.